مساءكم رضا، احنا معاكم في حلقه جديده من رمضان مع لوفين السعوديه، وهالمره لاهل كثيرين يستغلون هذا الشهر لنزول الوزن او لعمل حميه معينه. فاذا كنت من الناس اللي كل رمضان توعد نفسها تسوي رجيم وما يضبط، خصصنا هذه الحلقه لك بوصفات والعنب. إينا من النهاية مفيش غير إيادة ودايت ودايت وإيادة وإيادة ودايت ودايت وإيادة وإيادة ودايت ودايت وإيادة وإيادة ودايت ودايت وإيادة وإيادة ودايت. السحور أهم وجبة في اليوم كله، لأنه على أساسها إحنا نستحمل الجوع ونكمل يوم. لذلك لازم إنه هذه الوجبة تكون تشبع، ونحاول نختار فيها وصفات ما تعطش. كلنا نعرف أنه طريقة تعاملنا مع الفطور غلط، وبرضه نسويها وندب النعمة لين تجينا تخمة الموت. هذه التخمة اللي ما يردنا منها إلا الكنبة، ويالا يالا نقوم لصلاة التراويح. couldn't possibly eat another bite. I need something sweet. Does anyone want to watch TV? Yeah, sure. Monica, your remote doesn't work. TV, you have to lift it and point. Oh. Oh, forget it. الفيديو الجاي مو بس للي يبون يسوون دايت، هذا مفروض يكون للكل، لأنه بعد عدد كثير من ساعات الصيام لازم نمهد الموضوع شوي شوي معدتنا. نبدأ بتمر موية، بعدها بساعة أو نص ساعة نفطر وجبة رئيسية. السفرة مطايرة، والله مطايرة. السناك أو الوجبات الخفيفة اللي بين الفطور والسحور هذه لابد منها طبعاً، بس نبيها تكون صحية إلى حد ما. ففكرنا أن الفواكه والمكسرات هي أكثر شيء مفيد لسناك رمضان. كتير مهم أنه ناكل فواكه تقريباً كل يوم، بس بعرف أنه أوقات في ناس بتزهق منها، فجبت لكم ريسيبي اليوم كتير سهلة وكتير طيبة. منقص التفاح أخضر أو أحمر، منرش عليه قرفة، ومنرش عليه ستيفيا أو كوندرال، منحطه بالمايكرويف لدقيقتين، وطعمتها بتطلع مثل الأبل سينامون باي. منحط بينات باتر حدا الحلا من أساسيات رمضان، وما تنفع القعدة أصلاً بدونها. وطبعاً عشان لا نحرمكم من شيء، جبنا لكم حلا خفيف وصحي. بالنسبة للحلويات، حاولوا دائماً تستخدمون الدارك شوكليت والفول السوداني بكل وصفاتكم. هالسنة حاولوا تبعدون عن المشروبات اللي مليانة سكر، وخلونا نسوي هذه الطريقة الجديدة والحلوة. شوي جلي أحمر ومشروب غازي. وأكيد لازم ننتبه لكميات الموية اللي نشربها في اليوم. انتظرونا في الحلقة الجاية بأطباق ووصفات جديدة.